يسعدني أن أرحب بكم اليوم في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني 2024-2030، إحدى الاستراتيجيات المحورية والقائمة على الابتكار والتمكين والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. إننا نتطلع اليوم إلى اعتبار الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني بمثابة خارطة الطريق لمواجهة التحديات السيبرانية المتجددة والتركيز على بناء أسس متينة من التعاون والتكاتف محلياً وأقليمياً ودولياً.